النهارده طبعا عندنا مجموعه كبيره من الموضوعات والفقرات اللي بكل تاكيد بتهم حضراتكم. بنبدا بالاحداث اللي حصلت امبارح واللي من ابرزها مشاركه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه ابو ظبي واللي جمعت قاده مصر والاردن ودول مجلس التعاون الخليجي. كمان مشاركه سياده الرئيس في مجلس قصر البحر بالعاصمه الاماراتيه ابو ظبي. امبارح كمان كان الاجتماع الاسبوعي للحكومه، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل مؤتمر صحفي اكد فيه انه تم الافراج عن بضائع من المواني بقيمه 4 مليار و800 مليون دولار، وده خلال الاربع ايام اللي فاتوا فقط. تفاصيل كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أبو ظبي اللي جمعت قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وبتأتي مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، بالإضافة لتعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهذا المجلس بيعقد أسبوعياً بدولة الإمارات بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسؤولين بالإمارات والمواطنين. امبارح كان في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وده بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إيليا جريد. كمان امبارح رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي أكد فيه إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيه ليصل ل 1250 جنيه لسعر أردب القمح. كمان خلال المؤتمر قال رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة من 14 وال 17 يناير الجاري، وإن صادرات مصر في 2022 ارتفعت ل 53.8 مليار دولار مقارنة ب 45 مليار دولار العام الماضي. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وده بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تشكيل لجنة لمراجعة وحصر حالات الغارمات في أسوان للإسراع في سداد ديونهم، وتسليم وحدات إسكان الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء في بورسعيد، وانطلاق الموسم الرابع من مهرجان إبداع مراكز الشباب في الشرقية، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي لمراجعة وحصر كل حالات السيدات الغارمات للإسراع بسداد ديونهم قبل تعرضهم للأحكام القضائية أو السجن للحفاظ على كيان الأسر، وده في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين. في سوهاج تم الانتهاء من مشروع استكمال محطة معالجة صرف صحي إدفا بنسبة تنفيذ 100% وبتكلفة 36,315,000 جنيه. المحطة دي هتخدم 88,000 مواطن. في الشرقية تم انطلاق الموسم الرابع من مهرجان إبداع مراكز الشباب للأشغال اليدوية والحرف التراثية، والمشاركة في المهرجان متاحة للجميع عن طريق التقديم بأعمال أصحاب المواهب بمسابقات الأعمال اليدوية. في بني سويف وافق المجلس التنفيذي بالمحافظة على تخصيص أراضي ومساحات بمراكز الواسطة وبيبا وأهناسيا لإقامة مشروعات خدمية في قطاعات التعليم والكهرباء والإدارة المحلية لخدمة أبناء المحافظة، وده في إطار تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية اللي بيتعامل معاها المواطنين. في أسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن المسابقة رقم 1 لعام 2023 لشغل عدد من الوظائف، وده وفقاً للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
في بورسعيد بيتم تسليم وحدات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء بمشروع 9000 خلال شهر يناير الجاري، وده بواقع 10 عمارات كل أسبوع. في جامعة المنوفية تم إطلاق مسابقة القارئ الماسي في القراءة بين طلاب الجامعات المصرية، وده ضمن فعاليات المشروع الوطني للقراءة في عامه الثالث. في الأقصر قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 5279 مشروع تنموي متمثل في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وده من بداية عملها وحتى الآن. في الدقهلية اختتمت قافلة جامعة المنصورة الطبية والتوعوية الشاملة جسور الخير 17 فعاليتها، وده بعد أن قدمت خدمتها على مدار الأسبوع لأهالي مدينة القصير في البحر الأحمر، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 3916 حالة في مختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية اللازمة ليهم بالمجان.